طيب من تجاوزها؟ أنا كنت أسألك من تجاوزها نسيانا أو خطأ؟ من تجاوزها نسيانا أو جهلا وجب عليه أن يعود إليها ويحرم منها. وجب إيه طبعا يجب أن يعود إليها ويحرم منها، وإن كان بين يديه ميقات فلا بأس أن يحرم من الميقات الذي بين يديه. فمثلا شخص لما وصل على، وهذا يحصل كثيرا ويسأل عن، ما يعرف الميقات وجاي من طريق المدينة وتجاوز الميقات، يوم بقى على مكة 100 كيلو، قالها وين الميقات؟ الميقات وركب 200 كيلو أو أكثر. فهنا يقول العلماء الواجب عليه أن يرجع، والذي لا يعني الذي عليه أكثر العلماء أنه يرجع إلى ميقاته الذي أتى من المدينة مر عليه ويحرم منه. وهنا قول وهو مذهب الإمام مالك أنه يحرم من الميقات أم من أي ميقات يتيسر له، وبالتالي نقول اذهب إلى السيل، اذهب إلى قرن المنازل أقرب أو الجحفة إذا كانت قريبة وأحرم منها، وبهذا يكون قد أدى ما عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو عمره. وهذا أيسر وأسهل وهو له وجه، وبه قال الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول من حيث الأدلة يعني واضح أنه دلالة الدليل على صحة مثل هذا الإحرام بينة لقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. من تجاوز ما يجب عليه سواء كان من أهل المواقيت أو من كان من دون أهل المواقيت، يعني من كان دون المواقيت، فإنه يجب عليه شاة إذا ترك الإحرام من الميقات في قول عامة العلماء. طبعا لما نقول يجب شاة كثير من الناس يظن المسألة اختيارية، يعني إن بغيت إن أردت أن تحرم من الميقات فلك وهذا المطلوب، وإن شئت أنك تترك الإحرام من الميقات وتحرم من أي مكان فأنت زي ما فعل ولد أم محمد. وهذا غلط. ليش؟ لأن المسألة ليست تخير بين أن تفعل أو تفعل أو لا تفعل، هذا واجب، بل هذا واجب، لكن في حال تورط الإنسان بترك الواجب هنا المخرج هو ما ذكره عامة العلماء. عن خطأ أو نسيان، عن خطأ أو نسيان أو تعمد، أو تعمد، نعم، عن خطأ أو نسيان أو تعمد يجب عليه شاة. لكن الفرق بين الخطأ والنسيان التعمد أنه في الخطأ والنسيان لا إثم عليه، ولكن يجبره بدم إذا ما رجع. أما إذا كان عن تعمد فهنا ثمة إثم، هنا خطأ ومخالفة. وهنا أقول أنه وصف الحج المبرور هو الحج الذي لا معصية فيه، لا رفث ولا فسوق ولا جدال. نعم. فبالتالي أنبه إخواني أنه نحن كلنا نأمل أن ندرك الحج المبرور، فالذي يأتي مثلا مثل ما ذكر أخونا أم أحمد يعني يأتي ويخالف النظام ويتجاوز الميقات بلا إحرام وستترتب عليه أشياء كثيرة، هو يعني ما أتى بالحج المبرور حقيقة، لأن الحج المبرور لا معصية فيه. نعم. وهنا عصى من حيث ترك الإحرام من الميقات وخالف الأنظمة الإخلال بالترتيبات المطلوبة لأداء النسك وما أشبه ذلك من الأشياء. طبعا هذا لا يعني أنه الحج ليس بصحيح، لكن الكلام على نحن نسمو إلى الغاية العليا. نعم. وهي أن يكون حجنا مبرورا، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فبالتالي ينبغي للحاج أن يجتهد بكل ما أوتي من طاقة أن يحقق هذا الوصف، ومن ذلك أن يأتي بالإحرام من المواقيت. هذا ما يتعلق بمن تجاوز هذه المواقيت.